بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة الفيزياء سنة أولى متوسط رايحين نديرو تغيرات حالة الجسم المادي. أولا التحول الفيزيائي. سؤال: هل المادة تحافظ على حالتها أم تتحول؟ احنا عرفنا باللي المادة تكون في حالة سائلة، تكون في حالة صلبة، تكون في حالة غازية. قالك هل المادة تحافظ على الحالة تاعها أم تتحول؟ الجواب: نعم، تتحول المادة من حالة إلى حالة أخرى. السؤال الثاني وش يقولك؟ كيف نسمي هذا التحول؟ يعني المادة لما تتحول من حالة إلى حالة، هذا التحول وش نسميه؟ الجواب يقولك يسمى تحول فيزيائي. بعد ما عرفنا باللي المادة تتحول من حالة إلى حالة، قالك العوامل المؤثرة في تغير حالة الجسم المادي. وشني العوامل اللي تأثر في تغيير حالة الجسم المادي؟ أولا درجة الحرارة. رايحين نديرو تجربة. تجربة واحد وش فيها؟ نضع ماء داخل ثلاجة. سؤال: ماذا سيحدث له؟ ماذا سيحدث للماء اللي حطيناه في الثلاجة؟ الجواب: يتحول الماء من سائل إلى حالة صلبة. يعني الماء اللي درناه في الثلاجة رايح يولي من حالة سائلة لحالة صلبة، يعني رايح يجمد. سؤال: ما هو سبب التحول؟ سبب التحول هو انخفاض درجة الحرارة. هنا التجربة هذه واضحة، سهلة ومفهومة. حطينا ماء سائل في الثلاجة، رجعنا للماء لقيناه ولا من حالة سائلة لحالة صلبة. وشن هي السبب اللي خلى الماء يتجمد؟ هو انخفاض درجة الحرارة. هذا بالنسبة للتجربة الأولى. نروح نشوفوا التجربة الثانية. التجربة الثانية قال لك نعرض قطعا من الجليد للحرارة. يعني هناك شغل حين عكسه. في الأول درنا الماء حطيناه في الثلاجة جمد، دوك رايحين نجيبو قطع الجليد يعني ماء جامد نديروه في درجة حرارة. السؤال: ماذا سيحدث؟ جواب: يتحول الجليد من حالة صلبة إلى حالة سائلة. سين: ماذا نستنتج؟ نستنتج أن درجة الحرارة من العوامل المؤثرة في تغيير حالة المادة. نظن باللي واضح ومفهوم. كي تكون درجة الحرارة منخفضة، منخفضة بزاف، الماء السائل يتحول إلى حالة صلبة يعني يجمد. كي تكون درجة الحرارة مرتفعة بزاف، الماء اللي يكون جامد. كي تكون درجة الحرارة مرتفعة رايح الماء يتحول من حالة صلبة إلى حالة سائلة، يعني رايح يذوب. يعني هنا نستنتجو باللي درجة الحرارة من العوامل المؤثرة في تغيير حالة المادة. عرفنا العوامل المؤثرة في تغيير حالة المادة. قلنا أولا درجة الحرارة، اثنين حنشوفوا الضغط. نديروا تجربة الناقوس. نضع كمية من الماء الدافئ في حوض زجاجي صغير، ونضع فوقه ناقوسا زجاجيا متصلا بمفرغة الهواء، ثم نقوم بسحب الهواء من داخل الناقوس. السؤال: ماذا يحدث للماء؟ الجواب: يتحول الماء إلى حالة غازية. السؤال: هل درجة الحرارة وصلت 100 درجة مئوية؟ الجواب: لا، لم تصل. السؤال: ما هو سبب تغير حالة الماء؟ سبب تغير حالة الماء هو الضغط. الضغط يعني الضغط من العوامل المؤثرة في تغير حالة المادة. هنا رايحين نشوفوا ثلاثة التحولات الفيزيائية. التحولات الفيزيائية رايحين نشوفوا الانصهار، نشوفوا التجمد، نشوفوا التبخر، ونشوفوا التكاثف. هذو مرة بحالات. أولا الانصهار. الانصهار هو تحول المادة من حالة صلبة إلى حالة سائلة بفعل ارتفاع درجة الحرارة. هذا الانصهار. نجيبوا قطعة تاع نقولوا حديد ونحطوها في درجة حرارة مرتفعة، رايح هذاك الحديد يذوب ويولي سائل. اثنين التجمد هو تحول المادة من حالة سائلة إلى حالة صلبة بفعل انخفاض درجة الحرارة.
التبخر هو تحول المادة من حالة سائلة إلى حالة غازية بفعل ارتفاع درجة الحرارة. التكاثف هو تحول المادة من حالة غازية إلى حالة سائلة بفعل انخفاض درجة الحرارة. خامسا التسامي أو التصعيد هو تحول المادة من حالة صلبة إلى حالة غازية بفعل ارتفاع درجة الحرارة. هذا هو الدرس تاع نهار اليوم. نقول اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والحمد لله رب العالمين.